بس هنطير حمام على العصر يعني عشان يبقى مزاج حلو، نحط له اكل قدامه عشان يبقى حلو يعني. ده هو حرف نرش على حمام ميه عشان يطير يطهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة أحمد السيد من كل مكان، أهلا بكم، عاملين إيه يا رب دايما تكونوا بخير إن شاء الله. موضوع الفيديو النهاردة هنقسم التركة أنا والوسط عمرو شريكي الجديد، هنقسم التركة سوا في الحمام، نشوف إيه اللي لنا وإيه اللي علينا ونشوف هنعمل إيه في اللي جاي، ودعواتكم معانا كده يا رب ما يحصلش اختلافات في الشراكة. عامل إيه؟ أنا هشاور على الحمام بتاعي وإحنا بقى رأيي رأيي أنا مبسوط والله يا أستاذ عمرو من شراكتك ليا، وربنا ما يجعل في خلاف. شوف يا عم انت عايز تاخد ايه والله تحت عم محمد. ماشي يا عم عم. وخدت الاثنين دولات. ماشي. وخدت دولات. ماشي. طب وانت الوقت بتعمل ايه بالبتاع اللي في ايدك دي؟ بخ عليهم. بتبخ عليهم ليه بقى؟ جو حر؟ وخدت واحد من الجاستة. ماشي. ماشي. كده خلاص بقى النص بالنص. احنا واحد خدت ولو حبينا نبيع الجزء بكام؟ 50 لكل الناس ولا ناس وناس؟ يعني لو واحد صاحبنا هنديله بكام؟ لو واحد غريب نديله بكام؟ 50 لو واحد غريب نديله ب60، لو واحد عن مني نديله 50. منين؟ اللي مننا ب50 واللي مش مننا ب60 يا جدعان، فيعني الناس كلها تخاف على نفسها بقى وتبقى مننا، عشان اللي مش مننا الوسط عمره هيغلي عليه. دلوقتي الدالي هذا الحمامة بتاعتي كتبيرة بيضة طم بيضة بطين، بس دلوقتي هنقوم فاتحينها مش عارف تعرفهم اما تكبر يعني بيض، هي دول يوم تبيض بقى اتنين باتنين. دلوقتي حمام الحمام بتاعنا عشان ببخ عليه عشان يبقى حلو. احنا مساء عليكم، احنا النهارده الصبح طلع عملنا الحمام طول الحاجة، بس بالليل بقى مش هنطلع له عشان يبقى نايم. الصبح بقى بعده قام طالع له فوق نمرشر عليه ماشي، وبقى قلنا بقى احنا بقى ننزل اهو عامل له فيديو 3 سنين عشان تشوفوا الفيديوهات الدالي. احنا دلوقتي احنا نازلين عشان بقى احنا طلعنا عليهم وعلى العصر بقى نمطع عليهم ونطلع تاني عشان نشوف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.